ايه ده؟ انت بتنيميهم ازاي دول؟ كريم بيفضل معاند واول ما اشوف عمر نام بيروح نايم على طول. ما ده اللي بيحصل على الاكل كل يوم على فكره. ايوه بس انت عارفه ده معناه ايه؟ لا بقول لك ايه؟ ما تعملش زي ابوك وتقعد تقول عمر شخصيته اضعف من كريم والكلام الفارغ ده. انا ما كنتش اقول كده خالص على فكره. الواد لو سمع الكلام ده كتير ممكن يتعقد. اسمعي بس، انا بفكر في ايه؟ بما انهم توأم يعني احنا ممكن نركز مع عمر في الاكل والشرب واللعب وكده، وبعدين كريم بيقلده يروح عامل زيه على طول. احنا كده نبقى بندمر شخصية الولد. مظبوط، انا لا يمكن ادمر شخصية ابني طبعا. ايه ده؟ البقعة دي مش عارف اطلعها ابدا، مفيش اي حاجة نافعة معاها. بقول لك ايه؟ سيبك بقى من البقعة وشغل البيت والكلام ده.